بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة أشد خلقا
أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء أرض ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسيها متاعا لكم فَإِذَا جِئْتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الجحيم لمن يرد فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا
جارية أو